السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله حبايبي. ما عليكم من الاستيكر اللي في الصحن تبع عالم التوفيق. أنا من الناس اللي ما أشيل استيكر، ما أشيل استيكر من على ولا شيء، ما عدا من على الملابس الشيء الوحيد. فأخذت قهوتي أنا ومرمر وجينا هنا، جيت القهوة هنا على شوف كيف ما شاء الله الأمطار، ما شاء الله مبلول لسه الطاولة مبلولة، بس إنها مع الطين معنا المسحة والله، بس عشانها برا خارجية. فأنا معايا كذا مكسرات، معايا قلت أمسي عليكم أقول لكم مساء الخير في بداية الفيديو.
سويت جرد كامل على التسريحة، ويعني غسلت مفرشها ومسحت الأغراض اللي عليها كلها ورتبت أشياء في بوكسات وكذا، وحوريكم إن شاء الله الحين كيف نتيجة. قصصت العطور الأطول في الأقصر، دائما نخلي مناديل في الطرف. هذه العلبة علبة اكسسوارات، الاكسسوارات الصغيرة يعني الحلقان الخلاخيل حاجات زي كذا، هذه اخذتها من فان مارت اعتقد، زمان اخذتها مو من شيء من فان مارت، بس اني ماني عارفة يعني احطها هنا ولا لسه احطها في الجزء الثاني من التسريحة، راح اقرر وبعدين ارجع لكم فين احطها. هنا يا بنات هذه صينية كافية شوكولاتة، نظفتها ونظفت الحاجات اللي فيها، وحطيت هنا الشمعة وحطيت هنا بخاخ المفارش، وأخذت هذه كلها أعتقد منها من باث أند بادي كراميل، وأخذت وهذا حطيت هي البخاخات سواء الشعر أو هذا الشعر هذا المفارش، وهنا حطيت المحددات والكحل، طبعا طلعت كل الأشياء القديمة اللي انتهت يعني واللي روائحها تغيرت، وهنا غسلت الفرش ورصصتها هنا. فمبدئيا راح أخلي هذه الصينية هنا، أنزل شوية الكاميرا عشان تشوفوها بشكل أوضح كذا، وجالسة أفكر إني أحط كذا إكسسوارات يعني زي كذا، شوفوا تكون شايفين، ماني عارفة باين معاكم، دقيقة أرفع الكاميرا شوية مشكلة ما أبغى أعكس أنا في المراية، أهو كذا شايفين حطيته كذا، حطيت هذه هنا وحطيت، بس هذا ترتيب مبدئي لغاية ما أقرر يعني الشكل النهائي اللي قررته. بس ما راح أقدر أرفع الكاميرا مرة عشان المراية، بس هنا الصورة حطيتها في زي ما أنتم شايفين، حطيت الصورة في الطرف البرواز، بس ما حقلبه دحين عشان في صور خاصة يعني. والصحن هذا التبسي هذا الذهبي اللي كنت حاطه فيه الفرش وحاطه فيه المحددات وحاطه فيه المعطرات هذه زي ما قلت لكم المفارش والشعر، حطيتهم هنا وقررت هنا اني احط الدرج الاكسسوار. انا صراحه كذا هذا الترتيب النهائي، بس ماني عارفه يعني ممكن تعطوني انتم افكار واطبقها ان شاء الله، لو عندكم افكار ثانيه يعني ممكن اجيب هذه هنا جهه العطور، او ماني عارفه يعني اجيب الصينيه هذه جهه العطور. هنا حطيت الدرج هذا وحطيت عليه هنا سلة صغيرة، باسكت صغيرة فيها اللي هو برضو معطرات الشعر والعودة والمحددات، مش المحددات، الليبستيك اللي هي المرطبات، وهذه هي هنا، بس ما ابغى اقرب مرة عشان برضو في واحدة من المواطن تعكس. وهنا يا بنات نظفت هذه، نفضتها وطلعت منها كل الأرواج القديمة اللي تغيرت روائحها، حطيت في وهي يعني كانت كذا أول، بس شفت كذا انه احسن على جوا، حطيت هنا الارواج الطويله وحطيت هنا الارواج القصيره، انا هي كذا طبقتين شوفوا رفين، وهنا حطيت العطور والمنديل وبس خلاص بعد ما نظفت التسريحه ولمعتها. وفي اشياء ثانيه يعني سويتها في الادراج تحت، بس لو حابين يا بنات اني اعمل لكم جوله كامله في تسريحتي اكتبوا لي في التعليقات باذن الله اعمل لكم. معاكم نهايه الفيديو هذا، ان شاء الله يا رب انه نال على اعجابكم ورضاكم، ولا تنسوا حبيباتي اللي ما اشتركت لسه في القناه تشترك معانا، واللي ما فعلت الجرس تفعل الجرس، تحط الكل عشان يوصلها اي فيديو انا انزله اول باول. وطبعا لا تنسون من اللايكات حبيباتي عشان طبعا اكثر الاغلبيه يعني اكثر الناس يشاهدوا الفيديو. اشوفكم انا على خير، مع السلامه حبيباتي وفي امان الله.